بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نكملوا التصحيح ديال الامتحان الجهوي لجهة الشرق دورة يوليوز 2022 اللي ديجا خدمنا فيه ليكزارسيس 1 وليكزارسيس 2، التمارين اللي مهمة حاولوا ترجعوا ليهم. غنخلي لكم الروابط ديالهم في الوصف ديال الفيديو. ودابا غادي نشوفوا ليكزارسيس 3 اللي غادي نشوفوا فيه ثلاثة ديال الدروس اللي مهمة جدا. غادي نشوفوا لو روبير دون لو بلون مع ليكواسيون ديال دغواس، وغادي نشوفوا حتى لي فيكتور اي ترونسلاسيون. دونك ثلاثة ديال الدروس مجموعين في تمرين واحد، ان شاء الله غادي نحاولوا نخدموهم بطبيعة الحال مع الشرح. دونك نبداو ليكزارسيس لو بلون ايميني دون روبير اورتونورمي او اي جي. Considérons les points A 0 1, B 1 4 et C 3 4. Question 1, déterminer les coordonnées du vecteur AB. Donc, les coordonnées du vecteur, la daror et ratel kaouf l'imtihan. Donc, zomzien, ou le haja, kan hat l'kaïda, bish n'hadid les coordonnées du vecteur AB. Donc, les coordonnées, yani, gadi n'hadid l'abscisse ou gadi n'hadid l'ordonnée. Donc, l'abscisse AB ou l'abscisse de B. مو لابسيس دو أ، دائما كنبدا بالنقطة الثانية، و لوردوني هو لوردوني دو بي، مو لوردوني دو أ، دائما كنبدا بلو سومي ديال الفيكتور، بالرأس ديال المتجه. دونك سيتادير يعني أ بي، غادي نعوض إكس بي عندنا هي واحد، ناقص إكس أ زيرو، إكغيك بي كاتر، مو إكغيك أ. Donc AB 1 moins 0, tu prends 1, 4 moins 1, tu prends 3. Donc les coordonnées de AB, 1, 3. Question 2, calculer la distance AB. Donc la distance, c'est le question qui est très simple, il est le mesure. Donc la distance AB. نحط القاعدة دائما. دونك عندنا AB إيكال لاغاسين دو، إلا كانو عندنا لي كوردوني ديال الفيكتور AB كنستعملو هاد القاعدة إكس AB، يعني لابسيس ديال الفيكتور AB أو كاغي بليس لوردوني ديال AB أو كاغي. مكانش عندي لي كوردوني ديال الفيكتور، كنستعمل القاعدة العامة، كندير إكس بي موا إكس أ أو كاغي بليس إيكغيك بي موا إيكغيك أ أو كار. غير هاديك إكس بي موا إكس أ راه هي اللي كنا شفناها هنا، هي لابسيس ديال أبي ديال الفيكتور أبي. أو كنعوض دونك أبي إيكال لاغاسين دو إكس أبي عندنا هي واحد أو كاغي، إيكغيك أبي عندنا هي تخوا أو كاغي. دونك أبي إيكال لاغاسين دو أ أو كاغي هي أن بليس تخوا أو كاغي نوف. Pardon, la distance AB. Donc AB égale la racine de 10. 1 plus 9, 10. Deuxième question 3. Calculer les coordonnées des points K, le milieu de AB. Donc le milieu de segment que l'écran, le sous-elle qui est prêt. خاصكم تعرفوا كيفاش تحددوا لي كوردوني ديال منتصف قطعة. دونك هنا ك، يعني غادي نحدد لي كوردوني، غنحدد لابسيس وغنحدد لوردوني. لابسيس دو ك هو لابسيس دو، لابسيس دو أ بليس لابسيس دو بي سير دو، وهنا لوردوني دو بي بليس لوردوني دو أ. واخا نقلبهم راه بحال بحال، الجمع واحد زائد جوج راه هي جوج زائد واحد. دونك ك إكس أ غادي نعوضها بلا فالور ديالها، إكس أ عندنا زيرو بليس إكس بي عندنا واحد على جوج، إيكغيك بي عندنا كاتر بليس إيكغيك أ واحد على جوج. دونك ك عندنا زيرو بليس أ هي أن سير دو، هنا كاتر بليس أ عطينا سانك سير دو. دونك لي كوردوني دو ك أن دومي إي سانك سير دو. Deuxième question 4. Montrer que l'équation réduite de la droite AB est y égale 3x plus 1. Donc, question 4. Donc, on va suivre les étapes que nous avons faites, soit
ايغال ام اكس بليس بي ولا ا اكس بليس بي، حيت كاين واحد الكومونتير قال لي علاش درتي ام اكس بليس بي وما درتي ا اكس بليس بي وما درتيش ام اكس زائد بي. راه نفس الشيء، بحال درت ام بحال درت ا، كيبقاو مجرد حروف، ولكن اللي مهم هو تعرف ان ام هو الكوفيسيون ديال كوفيسيون ديريكتور ديال هاد لا دروات، و بي هو لوردوني الوغي، سوا سميتها بي سوا سميتها بي سوا سميت ام ا ال، نسمي اللي بغيت، ولكن حنا كنسميو غالبا ام بي ولا ا بي. دونك ايغاك ايغال ام اكس بليس بي ليكواسيون ريدويت دو لا دروات ا بي لا دوات ابي. دونك غادي نحدو دابا ام، كنبداو دائما بام، كالكيلون ام دونك القاعدة باش كنحدو ام، كندير ام ايكال ايكغيك بي موا ايكغيك ا ولا ايكغيك ا موا ايكغيك بي، واخا نقلبهم ماشي مشكل، ولكن المشكل فين كاين هو اللي بديت بيها في البسط، خصني نبدا فيها بمقام. بديت ب ايكغيك بي ضروري ندير تحت منها اكس بي، بديت ب ايكغيك ا ضروري نبدا ب اكس ا، واضح؟ موا اكس موا اكس ا واضح. دونك ام ايكال نعوض ايكغيك بي عندنا 4، ايكغيك ا عندنا 1، اكس بي 1، اكس ا 0. دونك ام ايكال 4 موان 0 سي 3 سي 1، تبقى لنا 3. دونك ام ايكال 3، ومادام عطينا مونطخي دونك راه عطينا الجواب. نجي نشوف فوالا، دونك عندنا 3 3، دونك الجواب صحيح. دونك ليكواسيون ديال لا دغوات ا بي سخا إي كايت إيكال إم، غنعوضها بتخوا إكس بليس بي. غادي نمشي دابا نحدو لوردوني على لوريجين بي، دونك كالكيلون كالكيلون بي. دونك باش نحسب بي غنستعمل إما أ ولا بي، دونك عندنا أ زيرو واحد بي واحد ربعة، دونك نستعملو أ سهلة، دونك ندير أون أ زيرو أن أبارتي على دوات أ بي. دونك كتحقق هاد ليكواسيون هاد، يعني ايكغيك ا ايكال 3 اكس ا بليس بي. ايكغيك ا عندنا هي 1، 3 فوا اكس ا، اكس ا عندنا هي 0 بليس بي، دونك 3 فوا 0 0 غتبقى لنا بي ايكال ا. ولكن حنا من الاول غير ما بغيتش نتلفكم اكثر، الا كان عندي واحد النقطه واحد 0 1 يعني راه كنتامي لاكس ديزوردوني، كتنتمي لمحور الاراتيب، ولا كتنتمي لمحور الاراتيب راه التغلاقي ديالها مع محور الاراتيب كيعطينا لوردوني الوريجين، يعني لوردوني الوريجين نيشان هو واحد، إذا كانت ربعة هنا راه نيشان ربعة، عندي واحد نيشان واحد. دونك بليس أ فوالا هي هاديك. ونكتب الجواب، دونك ليكواسيون ريدويت دو لا دروات ا بي اي ايكغيك ايكال ام لقيناها 3 و بي لقيناها 1. ندوزو لكيسيون 5. دونك كيسيون 5 عندنا فيها ا و بي، غنشوفو كيسيون ا غنشوفو بي. ديتيرميني ليكواسيون ريدويت دو لا دروات باراليل ا بي اي باسون بار سي. دونك هنا طلبو منا نحدو معادلة ديال واحد المستقيم لي باراليل مع ا بي وكيمر من سي، دونك باراليل مع ا بي غادي نحدو بها الكوفيسيون، و باسون بار سي غادي نحدو بها لوردوني ا لوريجين. دونك نفس تقريبا نفس الاسئله اللي مطروحين في الامتحان ديال 2023 هما اللي كاينين في 2022، نفس الاسئله مختلفين فقط في المعطيات، غير هاد 3 و 4 عطيتكم معطيات اخرى. دونك ردوا البال، بحال هاد السؤال راه بحال هاد الاسئله غادي يطرحوا لكم حتى في 2024، كيبقاو غير الطريقه كيفاش تجاوب، والطريقه راه هي هذه باش تجاوب، غيتبدلوا لك غير المعطيات، انت بلاصه 3 غتلقى رقم اخر، ولكن راه نفس الاسئله، غير اللي ما بغاش يجاوب وصافي.
دونك ليكواسيون ريدويت دو لا دروات، دونك نسميهم باغ اكزومبل، نسميو شي سميه باش ما نبقاوش كل مره نقولو باراليل ا ابي. دونك ندير سوا ايغاي ايغال ا اكس بليس بي، ليكواسيون دو لا دروات نسميو باغ اكزومبل دلتا، ولا تي، ولا نسميو شي حاجة، نسميو دلتا، لا دروات دلتا باراليل ا ابي، اي باسون باسي. دونك غادي نحطو ا اللي هي الكوفيسيون، كالكيلو. دونك باش نحدد ا وندير اون هاد لا دروات دلتا باراليل ا بي. دونك الا كانوا عندي دو دروات باراليل كيكون عندهم لو ميم كوفيسيون، كيكون عندهم نفس الميل. دونك مباشره غادي نستنتج ان ا كتساوي الكوفيسيون ديال ا بي اللي هو اللي هو 3. دونك ا ايغال 3. دونك ليكواسيون ديال لا دروات دلتا غادي تولي اي ايغال 3 اكس بليس بي. غادي نمشيو دابا نحدو بي، دونك باش نحدو بي قلنا هاد لا دروات باسون باغ سي، كيمر من سي. دونك غادي نستعملو سي، لي كوردوني ديال سي عندنا 3 4 ابارتي على دروات دلتا. دونك غتحققنا هاد ليكواسيون، يعني اي كغيك سي ايكال 3 اكس سي بليس بي. هاد ليكواسيون هادي اي كغيك نعوضوها باي كغيك سي، و اكس بي اكس سي. اي كغيك سي عندنا 4، 3 فوا اكس سي عندنا تاهي 3 بليس بي. دونك هنا عندنا 4، 3 فوا 3 9، غادي نحولوها تولي موان 9 ايكال بي. دونك بي ايكال موان 5، 4 ناقص 9 هي ناقص 5. ماشي، دونك ليكواسيون ديال لا دروات دلتا هي اي كغيك ايكال 3 اكس بليس بي بليس موان راهي موان 5. هذه هي ليكواسيون ديال لا دروات باراليل ا بي اي باسون بار سي اللي حنا سميناه دلتا. ندوز دابا لكيسيون بي، مونتخي كو لا دروات ديكواسيون اي كغيك ايكال موان زان سير 3 اكس بليس 4 اي بيربونديكيلير على دروات ا بي. هنا قال لك بين انه واحد المستقيم للمعادله ديالو هي هذه، ايكغيك تساوي ناقص 1 على 3 اكس زائد 4، بيربونديكيلير يعني متعامد مع لا دروات ا بي. دونك غنستعملو القاعدة ديال التعامد باش يكونوا مستقيمين متعامدين، خاص يكون البرودوي ديال لي كوافيسيون ديالهم ايكال موان زان، خاص الجداء ديال الميل ديالهم يكون كيساوي ناقص ناقص 1. دونك هنا عندنا هنا الميل ديال هذا ناقص 1 على 3، هنا عندنا 3، 3 في ناقص 1 على 3 راه فعلا هي ناقص 1. دونك غندير اون موان زان سير 3 فوا 3 اللي هي الكوافيسيون ديال ا بي ايكال 3 مشات مع 3 تبقى لنا موان زان. دونك مادام حققنا لنا هاد القاعدة، دونك لا دروات حنا معطينوش سمية، نديرو غير لا دروات ديكواسيون ديال ليكواسيون ديالو اي ايكغيك ايكال موان زان سير 3 اكس بليس 4 اي بيربونديكيلير على دروات ا بي ليكواسيون ديالو
Équation y égale 3x plus 1. Deuxième question 6, sous L16. Déterminer les coordonnées des points T, l'image des points C par la translation du vecteur AB. Nous allons déterminer l'ihdathiyat de la nokta T, qui est la nokta C, بالإزاحة اللي كتحولنا أو ذات المتجهة AB. دونك شنو كتعني هاد لا فراز ليماج دي ليماج دي سي باغ لا ترانسلاسيون دو فيكتور AB. دونك نكتبو هاد لا فراز هادي دي ليماج دي بوان سي باغ translation vecteur AB. Donc, il y a un vecteur de translation lié à AB égale, on a un point de la ouest Z égale Z. Donc, cette égalité est là, on a un les coordonnées de D. Donc, on a les coordonnées de AB, on a les coordonnées de CD en fonction des coordonnées de t, ou radin stencho, madame tsawi, ra yekon andhom nafs l'abscisse ou nafs l'ordonnée, ou radin stencho xd ou yd. Donc on a mdaw cd l'oula, les coordonnées de cd xt moins xc, mdada imer mnokta tsania, yd moins yc. Donc cd xt randna wa l'inconnu les barines, moins xc, xc en a 3, yd et les barines hto, ou yc en a 4. Voilà. Et on a ab, on a les coordonnées de ab, chel, les coordonnées de ab, ou à 3. دونك مادام عندي سي دي كتساوي ا بي يعني لابسيس ديال سي دي اللي هو اكس دي موان 3 كيساوي لابسيس د ا بي اللي هو 1 وغادي نحدد بهاد ليكواسيون هادي غادي نحدد اكس دي دوز ليكواسيون 2 غادي نحدد عندي ايكغيك دي موان 4 ايكال 3 ونحدد بها ايكغيك دي اللي هي لوردوني دو دي دونك غادي نزيد هنا اي بويسك ا بي égale CD, donc on a XT moins 3 égale, il y a l'abscisse de CD qui s'appelle l'abscisse de AB. L'ordonnée de CD, il y a YD moins 4 qui s'appelle l'ordonnée de AB, il y a 3. ويوليو عندي هاد جوج ديال المعادلات غنحدد بهم اكس تي و ايكغيك دي. دونك اكس تي ايكال عندي واحد موان تخوا غتولي بليس تخوا مع ايكغيك دي ايكال تخوا موان كات غتولي بليس كات. دونك اكس تي ايكال ان بليس تخوا كات ايكغيك دي ايكال تخوا بليس كات اللي هي سات. Donc les coordonnées de T sont 4, 7. 4, 7, on a l'identité de T. Question 7. Déterminer l'image de la droite AC par la translation du vecteur AB. Nous allons déterminer la image du mustaqim AC. Donc pour déterminer l'image du mustaqim AC, on déterminer l'image de A et on déterminer l'image de C. عندنا الصورة ديال سي هنا راه هي دي هي شفناها في الكيسيون 6 والصورة ديال ا راه هي بي حيت عندنا ثلاث ترانسلاسيون دو فيكتور ا بي يعني صورة ا هي بي واضح او بي ليماج دو ا باغ لا ترانسلاسيون دو فيكتور ا بي دونك ندير كيسيون 7 دونك باغ لا ترانسلاسيون نكتب دائما هاد لا فراز باش ما نبقاش نعاودها باغ لا ترانسلاسيون دو فيكتور AB
on a بالإزاحة ذات المتجه أبي لدينا عندنا النبي ليماج ليماج دو أ ب هي الصورة ديال أ وعندنا دي هاي قلنا هنا دي ليماج دو سي بي أو بيان دي ليماج دو سي دونك ليماج ديال لا دغوات أسي لا دغوات أسي و لا دغوات بي دي واضح دونك ليماج دو لا دغوات أسي باغ لا ترونسلاسيون Victor AP et la droite BD. صورة المستقيم AC بالإزاحة ذات المتجه AP هو المستقيم BD. إذن هكا كملنا تمرين مهم جدا زوين بزاف. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا فهمتوا مزيان هذا الشرح. نلتقي في الفيديو الجاي ان شاء الله مع التمرين الرابع اللي غادي نشوفوا فيه لي فونكسيون. تقريبا راه نفس الاسئله كيتعاودوا غير هنايا عطاوكم هاد المتوازي المستطيلات هما اللي فيه كيعطيو الهرم ولكن راه نفس الاسئله اللي كيطرحوا. دونك حاولوا تراجعوا الامتحان ديال 2022 كامل وديال 2023 اللي ما شافش ديال 2023 راه كاين في القناه ديجا خدمناه. حاولوا تراجعوا حتى هو حيت غتلقاو نفس الاسئله. وتهلاو فروسكم والسلام عليكم.